روح وين روح الشوط روح طيح طيح ارجع ها وين وين انا قدام لا 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 الشوط عبد الشوط يا لا طيب عبد الله الشوط عبد الله ارجع الشوط ورق ورق نتواصل مشاهدينا الاعزاء ومتابعينا الكرام مع هذه الانطلاقات طلقات الخير والبركه والمحبه والسلام تنطلق على ميدان المرموم تحفه ميادين السباقات وميدان سيف العرب شوطنا 24 الخاص للجعدان القايه لمهجنات الاصايل شعارات ابناء القبائل المميزه والمشاركة والباحثة عن ناموس هذا الصباح أول المراكز هذا مبدع سعيد بن حمد بن مصلح بن جمهور الإحبابي بينما المركز الثاني مرموق ناصر بن سيف بن سالم النيادي وعلى ثالث المراكز المركز الثالث وانطلاقنا جميل مع صوغان حميد بن عبد الله بن شاهين المرر اللي على المركز الثالث والمركز الرابع شعار منايف مع نقد محمد بن سالم بن مطر بن حاذة هلكتبي نقله إلى المركز الخامس المركز الخامس الواصل لمحسن بن سالم بن حمد المالكي والمركز السادس يعود به مطروخ مانع من صقر من فلاج هلكتبي مع مطروخ وخلك مطروخ يا أبو صقر خلك مطروخ في شوط المطانيخ المركز السابع شعار بن بروك هذا شعار الخطر شاهين خالد بن سعيد بن عبد الله بن بروك الحميري والمركز الثامن دخول من شعار بن جاسب شعار بوسيف مع نشوان سالم سعيد بكاسب لمسافري والمركز التاسع ايضا دخول في هذه اللحظات الجميله من قبل متعب مبارك بن ناصر بن راشد مانع المنصوري وعاشرا اللي يحمل رقم 10 هذا مهاجر لسالم سعيد بن محمد بن حمدش الخيلي هذه مراكز العشره الاولى المراكز العشره الاولى المشاركه والمنافسه في تحدي ناموس هذا الصباح عودتنا الى متعب ولا مبدع هذا مبدع شعار الابداعات شعار ابداع ابداع ابيات القصيد مع سعيد بن حمد بن مصلح بن جمهور الاحبابي وركز يا بالسعودي هو اللي تابع الشعار هنا من خلال التضمير والمتابعه والعنايه المستمره المركز الثاني بن بروك بن بروك بن بروك يا سلام الله 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 خلك في الفورم يا بن بروك ونتمنى لك موسم سعيد بالانجازات وبالمشاركات في المركز الثاني خالد بن سعيد بن عبد الله بن بروك الحميري في المركز الثاني والمركز الثالث تحديات مع متعب مبارك بن ناصر بن راشد المنصوري والمركز الرابع شعاره للخزنة شعار واصل بكل قوة مع مهاجر سالم بن سعيد بن محمد بن حمد الشلخيلي اللي في المركز الرابع المركز الخامس هذا نشوان سالم بن سعيد بن جاسم المسافري سادسا وسادسا هناك الواصل الواصل من ميدان من ولاية الغاب النعم ومن الواصل غادمين بكل قوة واصل وانا واصل محسن بن سالم بن حمد المالكي اللي يحمل إشارة نجمة هذا الشوط هذه مراكزنا المراكز الأولى المراكز الأولى المنطلقة والمتقدمة بكل فخر بكل اعتزاز بكل مشاركة مميزة في هذا العالم الساحر والمميز العودة للصدارة العودة إلى المراكز الأولى الله 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 يا مبدع سعيد بن حمد بن مصلح بن جمهور الاحبابي اللي يعلن مشاركات مميزه المركز الثاني متعب مبارك بن ناصر بن راشد بن مانع المنصوري والمركز الثالث تحديات قويه وفعاله مع هذا الشعار الجميل مع شاهين خالد بن سعيد بن عبد الله بن محمد بن بروك الحميري والمركز الرابع هذا مهاجر سالم بن سعيد بن محمد بن حمد الشلخيلي المركز الخامس سلوم حرك بوسيف حرك سالم بن سعيد بن جاسم المسافري بقيه الاسماء موجودين خلف الكادر الاعلامي هذه مراكزنا الاولى ومبدع في المركز الاول
الله يا مبدع، اكيد ان من سلالة مبدع وانتاج محمية الفقع في الصدارة في المركز الاول. مبدع مبدع على الصدارة والابداع مطلوب يا سعيد يا بن حمد يا بن مصلح يا بن جمهور يا الاحبابي. المركز الثاني متعب مبارك بن ناصر بن راشد بن مانع المنصوري. مع هذه اللحظات غادمين اهل الظفرة، غادمين اهل بينونة، غادمين الله الله. وتحرك مبروك، تحرك في اليوم المبروك. يا سلام يا سلام شاهين خالد بن سعيد بن عبد الله بن محمد بن مبروك الحميري يبغى السلامات له المنازف، لكن الصدارة خطيرة، الصدارة خطيرة للغاية. مبدع مبدع بدع يا اللي تبى تبدع. السلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. الله 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 يا شاعر الحواس، الله يا شاعر الحواس. الله لا شلك لا شلك على هذا الأداء الجميل. مبدع في المركز الأول سعيد بن حمد بن مصلح الاحبابي اللي يعلن النقطة الخامسة. بدع يا مبدع يوم الابداع مع هذا التحدي، مع هذه الاثارة والمنافسة تبدو ثنائية مع متعب متعب متعب. مبدع مبدع متعب متعب. يا سلام يا سلام. جاوز يا مجاوز. متعب اتعبنا اتعب الجميع. بن مانع في اللحظات الاخيرة، بن مانع مع متعب متعب. مبارك بن ناصر بن راشد بن مانع في اللحظات الاخيرة. سلام يا الظفرة سلام، سلام يا غياثي سلام. المركز مبدع سعيد بن حمد مصلح الاحبابي ثالث شاهين خالد بن سعيد بن عبد الله بن بروك الحميري. هذه مراكزنا الاولى والرقص بالفعل في اللحظات الاخيره مبدع ومتعب، لكن متعب اتعب المشاركين، اتعب المشاركين في الشوط. مشكور يا المنصوري على هذا الفوز. مبارك بن ناصر بن راشد بن مانع المنصوري، نهني على فوز متعب في المركز الاول. واكيد ان سلاله متعب اكيد. والتوقيت 6 دقائق، 6 دقائق 13 ثانية أبو فان وتماما وكمال. مبارك بن ناصر بن راشد المانع المنصوري، تهانينا والناموس والسلام لأهل الغياثي. سلام. من ندرابي ختام لشيء بتخاتم بتخاتم لا خلاص بغالي وقف الحكي وقف.